شكرا بخبر سار. تم صباح اليوم العثور أمام كلية الطب تونس على محمد علي الرضيع الذي اختطف أول أمس من مستشفى الأطفال بباب سعدون. التفاصيل في التقرير التالي. شنور مع الفرحة ما تتوصفش. بهذه الكلمات عبرت سهام عن فرحتها باستعادة ابنها محمد علي الذي اختطف أول أمس من مستشفى الأطفال بباب سعدون. محمد علي الذي لا يتجاوز عمره 6 أيام أعلم أحد المواطنين السلطة الأمنية بوجوده أمام كلية الطب تونس. فرحة الأبوين باحتضان ابنهما لم تنسهما مرارة التجربة التي مر بها. من الأمل اليد السوداء اللي هزت لولدي وطي شطف في البلد وفي الأربعة بتاع الصباح تتحاكم وما سمحش لا دنيا لا آخر. التحريات الإرشادية بالمستشفى ومقاطع الفيديو المسجلة على كاميرات المراقبة تم اعتمادهما من قبل السلطة الأمنية لتحديد هوية الخاطفتين. قربنا العنوان نتاع الزوزنسية هذوما المشبوهات اللي تم عرضهم البارح واللي هو معناها حي قريب من تونس وحاليا موجودة حتى معناها جروب من الدرجة التعليمية من الدرجة العلاقة الاجتماعية موجودة على مستوى معناها المكان تتحرك مع معناها المتساكنين في المكان هذاك. عملية اختطاف محمد علي لم تكن الأولى وقد أرجعت رئيسة قسم طب الأطفال بمستشفى الأطفال بباب سعدون أسباب تكرارها إلى الاكتظاظ المسجل به. هو ينجم يهز 1000 صغير وانت تعطيه 2000 تحل الباب لبرشا حاجات، وإذا كان السبيطار غير عاجز أنه يحط لم بجنب صغيرة ويظهر لي إذا كان نقوله صغير في فرش مش زوز في فرش ونقولوا أم بحضة كل صغير رضيع وإلا أقل من عامين ديجا نقص وبارشة من الأسباب اللي تنجم تكون فرصة باش الصغير يتهز من السبيطار. إعداد بطاقة زائر تحمل صورة الأب أو الأم هو أحد الإجراءات التي تنوي إدارة المستشفى اعتمادها مستقبلا لمقاومة ظاهرة الاختطاف. تركيز سواعد إلكترونية على مستوى معاصم الأطفال اللي يخول أنه يقع التفطن بمجرد مغادرتهم القسم تقع دونك سونوريزاسيون ويقع التفطن الخروج من هذا على مستوى الإجراء وهو إجراء فريد من نوعه على مستوى بلادنا وعلى مستوى مؤسساتنا الاستشفائية. التشديد في إجراءات الدخول إلى المستشفى والاقتصار في ذلك على الأب والأم من الإجراءات التي انطلقت إدارة المستشفى في اعتمادها. بدأ مهدي جمعة مرشح الحوار الوطني لرئاسة الحكومة